22 membacakan surah Thaha dimulai dari ayat 77 pada halaman 317. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى
كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم إليك رب لترضى قال هم رب لترضى صدق الله العظيم.